البنت تقتل إذا مست أو كسرت بيضة في أي دول من هذه الدول الأربعة؟ من جد؟ والله معلومة خطيرة. أذكى رجل بالعالم توماس أديسون معدل ذكائه 145، وأذكى امرأة في العالم أوليفيا معدل ذكائها 162، لكن عبود معدل ذكائه 206. شكرا لكم، شكرا لكم. في هذا المقطع راح اخلي جورج قرداحي يبطل يسوي من سيربح المليون للابد من قوة الجلد اللي راح يجيه. قبل لا نبدا المقطع اضغط زر اللايك واشترك في القناة عشان اللايك يزيد معدل ذكائي ويخليه 207 ويخلي معدل ذكائك 200 بس. فانتوا كمان تقدروا تلعبوا معايا هذه اللعبة، خمن معايا الاسئلة واكتبها بالكومنتات كم جبتها صح. طيب يا اعزائي المشاهدين، زي ما انتم عارفين انه هذا البرنامج كان حلم حياتي، كل ما ادق عليهم الو السلام عليكم ما حد يرد، الخط مشغول، فقلت خليني اجيب اللعبه لين عند بيتي والعبها واثبت لكم اني راح احصل المليون، واذا حصلت على المليون بدق على جورج بقول اجيب المليون الان الان الان. فكره اللعبه او التحدي انه بيعطيني اسئله وانا بحاول اني اجيب الاجوبه، وفي خيارات للاسئله وعندي 3 خيارات اضافيه، عندي مساعده الاتصال اني اتصل على صديق ويعطيني الاجابه، او اني اخذ الاجابه من الجمهور، او انه يحذف اجابتين. زي ما انتم عارفين يا اعزائي المشاهدين انه عبود ما يحتاج للمساعدات، فراح افوز هذا المسابقة بدون استخدام اي مساعدة. شكلي ازعجتكم بالنظارة، خلونا نجرب النظارة الثانية. مثقف ما شاء الله. خلونا نبدأ بالسؤال الاول ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول سؤال معنا يقول: المحلاوي تنسب الى الحلويات، المحلل، المحلة، المليح. والله ما فهمت ولا شيء. اذا اول سؤال كذا صعب والله نغسل يدنا. طيب انا اقول عشوائيا ولا نقول نحذف اجابتين؟ نحذف اجابتين، نحذف اجابتين. انا اقول ممكن هو المليح. المليح المليح المليح. اوه ما في مليح. طب المحلاوي حلويات، لا ما يجي. فالمحلى، ايوه محلى محلاوي. والله اني غبي. اول سؤال استخدمنا مساعدة. اغنية لمحمد عبده فما هي؟ انا ما اسمع له. مساء الخير، مساء الخيرات، مساء النور، مساء الانوار. يا شبيحة محمد عبده فينكم؟ فينكم؟ مساء الخير. انا اقول والله العظيم انه صدفة، اقسم بالله. ما اسم دائرة العرض الذي تقسم الارض الى نصفين؟ خط الالتواء، خط المواء، خط الاستواء. ما اعرف ولا واحد فيهم بس اعرف خط الاستواء، فاختار خط الاستواء. 300 ريال، 300 في الجيب. يا جورج قرداحي الليلة تعشينا بالفلوس هذه، مالي دخل. الشخص الذي انهى دراسته للتو خريج فليح، مين اللي فليح؟ المفيد، المعيد. لحظة خليني اطلع هذا عشان نركز. اكيد خريج. تخيل انا اتخرج من المدرسة يسموني المفيد. السؤال اللي بعده: من عصايقي لي مشنوقة، خاشة المشبوس والمرقوقة. ايش الكلام هذا؟ ما هذا الحكي؟ هذا شعر، يبغاني اطلع ايش يقصد الشعر؟ والله ما اعرف، خلينا نطلب مساعدة من الجمهور. هذا السؤال بألف، ما فيها مزح، السؤال بألف. يا جمهورنا العزيز ايش راح تقترح علي؟ الف باء جيم دال. انا اقول باء. الباء الباء الجيم. اوكي الملالة. تخيلوا يكون اجابتهم غلط، والله اني راح اجلدهم. جواب صح، صاروا 1000 ريال. 1000 1000 1000 ريال. حلو، باقي لنا شوية نوصل على المليون. باقي كم سؤال؟ باقي 10 أسئلة. ما هو البر؟ البر البر برفع الباء. البر البر. القمح، البرسيم. أنا أقول الرز من إيش؟ القمح القمح. إجابة خاطئة. الجواب صح، صار معك 2000 ريال. والله حسبت اني خسرت. 2000 2000 2000. ما اسم من كسى الكعبة المشرفة؟ الملك تبع، ابو لهب،
الرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا إبراهيم؟ أنا أقول سيدنا إبراهيم عليه السلام. الجواب خطأ. يقول غلط 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 غلط. يا عم إيش اللي غلط غلط غلط؟ والله مين طيب؟ مين الملك؟ والله أول مرة أسمع فيه. استغفر الله، ما أدري مين هو أصلاً. خسرنا، لكن خلينا نعيد من جديد. والله ما أرضى، والله ما أرضى. خلونا ندخل المرة الثانية. المرة الأولى كان إحماء، مجرد إحماء. المرة الثانية جد جد جد. عبود شوية غبي اليوم، اعذروني. بسم الله. ما هو البيت الذي لا يسكنه أحد؟ بيت الشعر أكيد. بيت القصيد هو بيت الشعر. بيت المسكون، والله ما حد يسكن في البيت المسكون. بيت القصيد 100 ريال. السؤال الثاني، انتشار مرض كبير بين عدد كبير من الناس يسمى وفاء، وباء، ولا آباء، أمهات. أكيد وباء. صار معنا 200 ريال. أول وصلنا 2000، ما فرحت زي كده. حين يخسر الإنسان أمواله فإنه يعلن عن إفلاسه، زي عبود. زواجه، إجعافه، إفلاسه، أفقاره. إفلاسه، إفلاسه. الحين خلاص ما راح أكون مفلس بعد اليوم، بأخذ المليون بصير ملياردير. السؤال الثالث، ما اسم كتاب سيدنا موسى عليه السلام؟ الإنجيل، التوراة، الزبور، القرآن الكريم. كتاب سيدنا موسى عليه السلام هو التوراة. كيف سؤال خامس، تدور وتدورها الدابة وتفررها، السمسم يجبرها تطحنه بالدورها. والله ما عرفت لك يا عمي، ليش الأشعار هذه؟ هذا اللي بيودينا في 60 داهية. أقول نحذف إجابتين. يمكن الحصير، الكاركة، الكاركة ولا الحصير؟ أحس الكاركة، أحس. يا الله. خليني ألبس النظارة. هنا في ذكاء، هنا في عقل. السؤال السادس، أين يقع نهر بوتوماك؟ ما أعرف، خليني أسأل الجمهور. خلينا نسأل الجمهور. الرجاء بالله أعطوني شيء يبيض الوجه. بوتوماك أحسه كذا في أرجنتين، ميسي كذا دائما يروح نهر البوتوماك. لا والله في أمريكا، أوكي، الولايات المتحدة الأمريكية. السؤال السابع، من أول من رسم خريطة العالم؟ والله العظيم إنه في عقلي. الإدريسي، الإدريسي. ها؟ إدريسي، الله يرحمه، الله يرحمه الإدريسي. السؤال رقم 8، ناخذ 8000. أول مرة أوصل لهذه المرحلة. ما جنسية ألفريد نوبل مخترع الديناميت؟ وانا وش درة ام 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 امي. خلينا نتصل على صاحبنا. الو الو. اختصر. ايش فيه؟ يا عم ايش صار؟ نقول امريكي. صاحب تافه. ها غلط غلط غلط. سويدي. خلونا نعطي لنفسنا فرصة ثالثة. يقولون انه الثالثة ثابتة. يا جورج هد الوضع واعطيني الاسئلة سهلة شوية. من هو مكتشف الجاذبية؟ نيوتن، افلاطون، اديسون. والله العظيم حسبت انه شخص ثاني حط لي اسماء كذا علماء، بس عبود مو من ضمنهم، غريبة. ما اسم جهاز التبريد والتسخين؟ المكيف، الهاتف، المكواة، الفرن. المكيف. السؤال الثالث، الاسكافي اسم يطلق على بائع القبعات، بائع المظلات، الخياط، صانع الاحذية. اسكافي ما هو خياط ولا صانع أحذية، بس خلينا نحذف إجابتين، والله ما عرفت. جورج هذا بيمزح معايا ولا كيف؟ أوكي.
صانع الأحذية أول مرة أعرف، والله معلومة جيدة لسكافي. بس سؤال رقم 4، كذب المنجمون ولو صدقوا، ولو تفلسفوا لا، ولو دردشوا لا، ولو صدقوا. إيوة الإجابة هي ولو صدقوا، لا أحد يصدق المنجمين. السؤال رقم 5، المقصي، شعر البنات، المنور، القلاف، والله ما أعرف. دائما سؤال رقم 5 يجيب لي شعر من راسه جورج، هذا يقهر. أنا في حياتي ما أعرف شيء اسمه مقصي. جواب صح من غص 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 غصبا عنك. البنت تقتل إذا مست أو كسرت بيضة، في أي دول من هذه الدول الأربع؟ جد؟ والله معلومة خطيرة، خلونا نتصل على صديق. والله هذه معلومة يبغانا لازم نعرفها، عندي 30 ثانية لازم أحرك الأسهم، لازم لازم لازم. أعطيني بسرعة. ألف ألف ألف، والله إذا غلط ورب بري موت على راسك، تعبني تعب أصابعي يا أخي، صح غصبا عنك. إيش بي أنا كذا معصب. من أول من فكر ببناء السد العالي؟ الفراعنة، الهكسوس، المماليك، الفاطميون. ولا وسيلة مساعدي ننسحب؟ لا والله ما هو خيار للرجال إنهم يستحبوا ويستسلموا. المماليك. هذه النظارة احتاج اني اكسرها لازم، عشان ثاني مرة لا اتفلسف واقول اني ذكي ومثقف. لعبت 3 مرات 3 فرص، اكثر فلوس جبتها 8000 او 6000 صح؟ ودي العب مرة ثانية بس ممكن اني اطول عليكم. اذا حابين العب مرة ثانية جزء ثاني من سيربح المليون اكتبوا لي بالكومنتات كمان. وانتهى المقطع لهذا اليوم، لا تنسوا تضغط زر اللايك واشترك في القناة. اكتبوا لي بالكومنتات هل الاسئلة اللي شفناها في من سيربح المليون هل كنت تعرفها، وايش اكثر سؤال جديد عليك؟ اكتب لي كم عدد الاجابات الصحيحة اللي جبتها. اكثر سؤال صدمني عن البيضة، البنت اللي تطيح البيضة في استراليا تقتل؟ ياهو فين عايشين؟ والله معلومة غريبة لكن معلومة حلوة. وانتظروني في المقطع الجاي، اكتبوا لي اقتراحاتكم بالكومنتات، وإلى اللقاء.